التحصيل العلمي غرضه الأساس هو الهدى على المستوى الفكري والتقى على المستوى العملي. وهذا الأمر يحتاج إلى جملة تطبيقية أو تنبيه تطبيقي، يعني قد لا ينبغي أن يكون الدرس والتفقه مشغولا، يعني يشغل البال فقط بالأداء للآخرين، أن الإنسان هو هم الأول أنه هو يعرف حقائق الدين، هو مو مجرد ناقل، هو متحمل. ثم إذا تحمل هذه المفاهيم يكون جديرا بنقلها. إحنا ربما من فرط اهتمامنا بنقل الحقائق العظيمة، رسالات الله التي جاء بها الأنبياء وورثها الأوصياء ووصلت إلينا بأتم ما يكون وتحملنا مسؤوليتها، قد يكون نركز على هذا البعد على نحو يؤدي إلى الإضرار بالغرض الأساسي. حتى الآية الشريفة: ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم، ولينذروا قومهم ثم يعني على يحن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا، هو يفهم، هو هم بحاجة إلى ذلك، إنسان بحاجة إلى ذلك. وكونه ضمن معاناة التفقه يعيش مرارات السؤال والحاجة، ثم حلاوة الاكتشاف والوصول إلى الحقائق، هذا هو بنفسه هو يعطي تجربة تثريه فيما يحاول، وبالدرجة الأساس هي تنفعه فيما هو مقبل عليه في علاقته مع الله وما هو مقبل عليه في آخرته. من التقى والالتزام الشرعي والأداء العملي للتكاليف القيام بالتكليف الشرعي في حفظ الهدى والتقى لدى المؤمنين. لهذا النقطة الثانية، هذه في الحقيقة هي من المصاديق لما علي أنا وأمثالي عندما نتفقه في الدين، من المصاديق أننا نؤدي ما علينا من إبلاغ هذه الرسالة ضمن موازينها ومقاييسها. وهنا نحتاج أن نتبين طبيعة العلاقة بين التحصيل العلمي والتبليغ الديني. التحصيل العلمي هو بنفسه مقوم للصلاحية للتبليغ الديني أساس، هذا أمر أساسي.